الطيارون الأوكرانيون بدأوا التحليق بطائرات F-16 داخل البلاد. بهذه الكلمات أكد زيلينسكي تسلمه الدفعة الأولى من المقاتلات الأمريكية وعددها 10 طائرات بعد أشهر من المطالبة بها، وبانتظار دفعة مماثلة حتى نهاية العام الحالي. بالتأكيد روسيا لديها ما يعني يقاومه ضد هذه الطائرات. أولا هي منظومات S-300 وS-400 ثم مقاتلات روسية من نوع Su-35 وSu-57 وغيرها من المقاتلات. وهناك أيضا عوامل أخرى، كل شيء يتوقف على عدد هذه الصواريخ، ثانيا على مهارة الطيارين. الرد الروسي جاء سريعا عبر الإعلان عن استهداف القوات الروسية مطار ميكولايف الذي ستصل إليه مقاتلات F-16. ووفق تصريحات سابقة، اعتبرت موسكو أن هذه الطائرات لن تحدث تأثيرا كبيرا في الميدان وستكون قادرة على تدميرها. منذ زمن بعيد يتم تدمير جميع المطارات الأوكرانية التي تستطيع أن يعني تستقبل هذه الطائرات، ولكن هناك مسألة أخرى، مسألة كيف سيتم استخدام هذه الطائرات، ربما لإجراء عملية عسكرية مضادة الأوكرانية، هجوم مضاد، وهو متوقع في اتجاهين، أولا في اتجاه روستوف، ثانيا في اتجاه جنوب. الهدف الرئيسي للأوكرانيين هو تحقيق النصر الإعلامي. يعني تطلعات كييف مغايرة تماما، فهي ترى أن الطائرات التي سيصل عددها إلى 79 طائرة خلال عام 2025 ستحقق العنصر المفقود في التفوق الجوي لأوكرانيا. لكن السؤال، هل ستؤدي إلى وقف الزحف الروسي الذي أدى إلى السيطرة على بلدات عدة خلال أسابيع قليلة في الشرق الأوكراني؟ F-16 تفتح باب الرهان بين روسيا وأوكرانيا، فموسكو تراهن على قدرتها في تدمير الطائرات لعدم كفاءة الجيش الأوكراني كما تزعم. أما كييف فترى أنها سلاح استراتيجي سيقلب موازين دفاعاتها الجوية لصد أي هجوم صاروخي روسي. مرام حمصي، اليوم، موسكو.